أهلا بكم مشاهدينا، ننتقل بكم إلى ميناء لنقل وقائع المؤتمر الصحفي للجهات المشاركة في موسم الحج لهذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا فيما تم تحقيقه من أهداف خطط الحج لموسم حج هذا العام 1435 هجرية، ونسأله سبحانه أن يكلل جهودنا في تنفيذ ما تبقى من هذه الخطط، وحتى عودة حجاج بيت الله الحرام سالمين غانمين إن شاء الله إلى ديارهم. طبعا الكل يعلم أنه في هذا اليوم يتعجل الحجيج أو بعض الحجيج في مغادرة منى للتوجه بعد ذلك إلى المسجد الحرام لأداء الطواف، وبعضهم للسعي، ومن ثم مغادرة مكة المكرمة. وكان هناك الحقيقة ذروة في هذا اليوم ابتدأت من الصباح الباكر، يعني قبل الزوال تمكن أكثر من 800 ألف حاج من رمي الجمرات وأيضا توجه بعد ذلك إلى المسجد الحرام. ولكن من خلال المتابعة حتى هذه اللحظة والله الحمد تمكن أو يعني حوالي 1,400,000 حاج من إنهاء نسكهم برمي الجمرات، ومعظمهم الحقيقة في طريقهم الآن المسجد الحرام. ولكن بتوفيق الله تعالى كان هناك كثافات ملحوظة ومنتظمة، وكانت أيضا محل الحقيقة متابعة وإشراف من رجال الأمن الذين تمكنوا بتوفيق الله تعالى من إدارتها وتنظيمها والمحافظة على سلامة كافة الحجاج الذين كانوا في هذه الكثافات. طبعا عمليات الرجم يعني لاحظنا فيها هذا العام الحقيقة ارتفاع معدل رمي الحجاج الجمرات من الدور الرابع، والدور الرابع يتجه لها مستخدمي القطار، فكان هناك ذروة. يعني بالعادة كان في السنوات الماضية كنا دائما نرصد الدور الرابع كأقل الأدوار في رمي الجمرات، في هذا العام يمكن مثل المرتبة الثانية بعد الدور الأرضي. كذلك الحال بالنسبة للدور الثالث، أيضا شهد حتى هذه اللحظة يعني كثافة عالية من الحجاج الذين قاموا برمي الجمرات. في هذه العجالة الحقيقة لو تسمحوا لي نستعرض على يعني بعجل ما تم إنجازه حتى الآن من 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 الخطط. فالكل يعلم أنه تم بحمد الله تيسير وتسهيل عمليات نقل الحجاج في المراحل السابقة، حجاج التروية إلى منى، ومن ثم تصعيد الحجاج من منى إلى عرفات، ومن ثم نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة وعودتهم إلى منى في يوم عيد الأضحى المبارك. وهذا طبعا كانت عمليات النقل بين 4 مواقع تمت خلال 48 ساعة ما بين فجر اليوم الثامن من ذي الحجة وحتى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، وكانت المعدلات الحقيقة جدا ممتازة. تم يمكن تصعيد الحجاج أو نقل حجاج التروية في البداية إلى مشعر منى في خلال 8 ساعات من مكة المكرمة، وأيضا تم تصعيد الحجاج إلى عرفات في حدود 6 ساعات، وتمت نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة في حدود 8 ساعات، وحتى في دخول منى وأداء ورمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة أيضا استغرق ذلك ما يعادل 8 ساعات. أيضا الثمان ساعات طبعا هي مأخوذة بعين الاعتبار على أساس عمليات التفويج وخطط التفويج التي تشرف عليها وزارة الحج. لا يعني الـ8 ساعات أن هناك مصاعب تحول دون تمكن الحجاج من الانتقال من مشعر إلى آخر، يعني بأقل من هذا الوقت. الحقيقة كان بإمكان أي حاج من خلال التنظيم اللي تم بإمكان الحجاج الحقيقة الانتقال في أي وقت كانوا يختارونه، ولكن عمليات التفويج دائما ما تتم من قبل الجهات المعنية بخدمات الحجاج مباشرة، بما يضمن يعني ترحيلهم من أي مشعر إلى المشعر الآخر وفق الوقت الذي هم في الأساس يفضلونه، أيضا في ظل طبعا وسائل النقل المستخدمة. يعني الترددية
بكل تأكيد هي تقوم على هذا الأساس، على أساس تفويج الحجاج في مجموعات، كذلك الحال النقل بالقطار يقوم على هذا الأساس. ولذلك القول أنه 8 ساعات استغرقت عمليات نقل الحجاج من مشعر إلى آخر أو 6 ساعات، هذا لا يعني بالضرورة أنه ما كان بالإمكان أنه يكون أقل من ذلك، ولكن الطرق كانت مهيئة والحركة المرورية كانت مرنة على كافة الطرق، ومسألة من يريد الانتقال من عدمه كانت عائدة لخطط التفويج اللي اعتمدت لكل مجموعة من الحجاج. طبعا أيضا في كافة المراحل تمكننا ولله الحمد من المحافظة على الأمن وسلامة الحجاج، خاصة سلامة الحشود في كافة المواقع اللي كانت تشهد حشود كمسجد نمرة وجبل الرحمة والمشعر الحرام، وأيضا عمليات الدخول من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى في صباح اليوم العاشر. هذه كانت تمثل لنا الحقيقة إحدى أهم المهام الأمنية، خاصة أن هناك تدفق كبير من الحجاج لقصر المسافة من مزدلفة إلى منى، وكان هناك الحقيقة كثافة عالية في السيارات الناقلة للحجاج، وأيضا كثافة عالية في حركة المشاة، وكانت مهمتنا تقتضي أن يتم الفصل بين حركة المركبات وحركة المشاة بما يضمن سلامة الحجاج المشاة بالدرجة الأولى. بهذا الحقيقة لا يسعني إلا أن أرفع التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي العهد على ما تم تحقيقه وإنجازه حتى الآن من خطط الحج والمحافظة على أمنهم وسلامتهم وتسهيل وتيسير تنقلاتهم وأدائهم للشعائر المختلفة، ونعاهدهم على أن نواصل تنفيذ مهامنا بنفس العزم بتوجيهات وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية. أترك الفرصة لأخي الأستاذ حاتم قاضي ممثل لوزارة الحج لتسليط الضوء على ما لدى وزارة الحج للتنويع عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية يجب أن نتوجه بالشكر للمولى جلت قدرته على ما من به على حجاج بيت الله الحرام من الوقوف في المشاعر العظام تأسيا بالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه دون أي حوادث تذكر، رغم أن حجة كانت يوم جمعة، ولكن الحمد لله كانت الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وقد تم نجاح عمليات التصعيد والنفرة والتفويج على مدى 3 أيام بمعدلات أداء عالية كما أشار سعادة الدواء قبل قليل، فقد رمى الجمرات يوم أمس أكثر من 2 مليون حاج موزعة كثافتهم على مختلف أدوار جسر الجمرات، حلت مشكلات كثيرة للتكدس دون حمل أي أمتعة تذكر كما كان في السابق، وهذا يدل على أن العمليات التوعوية لحجاج بيت الحرام قبل قدومهم بتأتي إن شاء الله بثمار جيدة، والأمر القضية التوعوية تحتاج إلى متابعة واستمرار للحجاج في بلدانهم قبل قدومهم. من فجر هذا اليوم المبارك اليوم 12 بدأ الحجاج الكرام المتعجلين وسارت قوافلهم من المخيمات إلى منشأة الجمرات وسط استعدادات مكثفة من الإدارات المختصة وخاصة في الأخوة في الأمن العام، وتضافر كافة الجهود مع وزارة الحج وشركائها من أجل الالتزام بخطة التفويج التي اعتمدها صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، وخطة تفويج الحجاج تشترك في عملها 6 جهات: وزارة الحج، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمن العام، الدفاع المدني، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، وبإشراف تنفيذي ميداني من إمارة منطقة مكة المكرمة. وهذه المعدلات الأداء التي تمت حتى اليوم تقاس معدلات أداء التفويج بنحو حوالي 75% من الالتزام، وهذه معدلات عالية جدا يعني يجب المحافظة عليها، ولأن رغبات الحجاج بعض الأحيان تخالف الجداول، ولكن طبيعة الحال والمحافظة على معدلات السلامة هي المطلب الأساسي قبل كل شيء. يوم أمس كان هناك تأكيد عبر شبكة وزارة الحج من معالي وزير الحج شخصيا عبر الشبكة اللاسلكية على جميع المؤسسات على أهمية بقاء 50% من الحجاج في مشعر منى حتى لا يكون هناك تدفق على المسجد الحرام، خاصة اليوم هذا يوم 12 يوم يشهد المسجد الحرام والطواف في أعلى ذروة ممكنة، ولذلك
نصح الحجاج وتوعيتهم وتنبيههم على عدم التوجه إلى المسجد الحرام حاليا يكون أمر فيه الكثير من المساعدة حتى لا يكون هناك تدافع بين الحجاج قد يؤدي لا سمح الله إلى السقوط. ونرجو من جميع القائمين على شؤون الحجاج في مخيماتهم مراعاة هذا الجانب. وما زالت الوزارة تؤكد على أن بقاء 50% أمر مطلب مهم ما لم تكون هناك ظروف تحول دون تحقيق هذا الأمر، كمن عنده التزام ومن عندهم سفر ومن عندهم كذا، فالأمر فيه يسر وفيه ترتيبات تتم عبر وزارة الحج. أكدت الوزارة كمان على أصحاب الحملات الداخل وأصحاب مؤسسة الطوافة أن الأجهزة الحكومية مستمرة في البقاء حتى نهاية يوم 13، فالجميع يطمئن أن الخدمات كلها إن شاء الله موجودة حتى يوم 13. كل هذا من أجل تحقيق معدلات سلامة عالية وآمنة وإنفاذ لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة بأهمية بقاء الأجهزة الحكومية العاملة في الحج حتى نهاية يوم 13. في نقطة أخيرة أود أن أنبه لها، وهو أن موضوع السفر إلى المدينة المنورة لحجاج بيت الحرام وفقا لخطة وزارة الحج بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة سيبدأ إن شاء الله في يوم 14 من ذي الحجة، حتى يعطى سائق الحافلات الوقت الكافي لأخذ قسط من الراحة حتى لا يباشروا بقيادة الحافلات بالسفر إلى المدينة المنورة دون أخذ ما يستحقه من الراحة لضمان سلامة قيادة الحافلات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم أعمال موسم حج هذا العام باليسر والخير والبركة، وكلنا نرفع هذه التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين على ما من الله به علينا جميعا في هذا الوطن العزيز من نجاح ما تم من مراحل أعمال الحج. ونسأل الله جل قدرته أن تتم بقية الأيام ويكون أداءنا جميعا لا يقل فعالية عن أيام التصعيد في المشاعر المقدسة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. العقيد سامي لتسليط الضوء على يعني جهود رجال الأمن الحقيقي في إدارة وتنظيم رمي الجمرات وأيضا في المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد الله وتوفيقه ما تزال الخطط الأمنية والمرورية التي أعدتها قيادة قوات أمن الحج تسير وفق ما خطط لها، ابتداء من دخول الحجاج إلى مشعر منى في يوم 8 إلى يومنا هذا. ونأمل إن شاء الله ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تسير باقي الخطط من على هذا النسق وهذه الوتيرة. لله المنة والفضل، لا يوجد الحقيقة يعني ما يمكن ذكره وتنويه إليه من حالات أو أمور سلبية. الأمر في جسر الجمرات يسير وفق ما خطط له، أيضا في محيط الحرم والساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف من يرغب في الطواف الأمور ميسرة. هناك كثافة حقيقة في عدد من يرغبون في الرمي المتعجلين من الحجاج، لكنها كثافة منضبطة وتم تنظيم السير وفق الخطط التي أعدت مسبقا. والحمد لله نرى ونلمس هذا النجاح على أرض الواقع من خلال متابعة بكاميرات المراقبة التلفزيونية المنتشرة سواء على جسر الجمرات أو في محيط الحرم المكي الشريف. الحقيقة هناك يعني بعض الأمور التي نرغب في التنويه عنها. بداية الجمال الحالات التي باشرتها قوات أمن الحج وفي محيط المشاعر المقدسة بلغ 9732 حالة من مختلف الحالات سواء كانت إسعافية أو مرورية أو جنائية تم التعامل معها في حين خلال 24 ساعة الماضية. مركز القيادة والسيطرة والتحكم لأمن الحج باشر 2212 حالة أيضا كانت خلال يوم أمس إلى ساعات الصباح الباكر، كلها تم التعامل معها بحمد الله وتوفيقه وحلت في بأسرع وقت. ما نرغب التنويه عن الحقيقة خلال هذا المؤتمر بحكم أنه قد يكون بإذن الله المؤتمر الأخير، هو أن على الحجاج الراغبين في بإذن الله سلوك الطرق البرية المؤدية إلى مدنهم ومحافظتهم توخي الحذر والحيطة والقيادة برفق. جزء من قوات أمن الطرق بإذن الله سيباشرون عملهم في الخطوط البرية المنتشرة بين مدن ومحافظات المملكة لتأمين الخدمات الأمنية والمرورية والإسعافية لمن قد يحتاجها. أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الحجاج
في حلهم وترحالهم وأن يعودوا إلى أهلهم إن شاء الله سالمين مطمئنين. ختاما نهنئ حقيقة حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وولي ولي العهد بهذا النجاح غير المسبوق لموسم الحج. نأمل إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى أن يستمر هذا النجاح وأن نبارك لبعضنا جميعا في يوم غد بعد انصراف آخر حاج من المشاعر المقدسة ومكة المكرمة. العقيد عبد الله الحارثي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا بدوري أتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي عهده ولسيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على هذا النجاح وهذا التميز لحج هذا العام. كما أود أن أشكر كافة وسائل الإعلام التي ساهمت بفعالية في نجاح خطة المديرية العامة للدفاع المدني الإعلامية والتوعوية لحج هذا العام. تستمر قوات الدفاع المدني في مشعر منى بمتابعتها وجاهزيتها وانتشارها، كما تستمر فرق الكشف الوقائي بالجولات التفتيشية والتي بلغت حتى الآن منذ بداية المهمة 2100 جولة تفتيشية، أيضا أعادة انتشارها في الطرق المؤدية إلى منشآت الجمرات والمنطقة المحيطة بالجمرات. قوة الدفاع المدني المتواجدة في جسر منشآت الجمرات تم دعمها بقوة بشرية بحيث تغطي كافة أجزاء منشآت الجمرات وبالذات المناطق التي نتوقع أن يكون فيها ازدحام. فرق الرصد تتابع الأنفاق، وأنا هنا أسجل أنه ولله الحمد كافة القراءات من بداية المهمة إلى الآن هي في المعدلات المعتادة، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود رجال الدفاع المدني وزملائهم في الأمن العام من خلال ما قاموا به من عمليات التفويج والإخلال الأنفاق ومتابعتها بدقة. أيضا هناك عربات طرد الهواء مثبتة في بداية كل نفق ونهاية كل نفق. قوات الدفاع المدني في عرفة وفي مزدلفة لم تغادر مواقعها، ما زالت على أهبة الاستعداد كإسناد إذا تطلب الأمر ذلك. العاصمة المقدسة تستقبل حجاج بيت الله الحرام بتغطية كافة الطرق من المشاعر المقدسة إلى الحرم بفرق تدخل سريع وأشراف وقائي ودوريات السلامة. تقوم أيضا هناك لدينا تنسيق مع الزملاء في الإدارة العامة للمرور، عندنا طرق مثل الدائرة الثالث، أم القرى، منطقة العزيزية، هذه مناطق تشهد كثافة، لذلك كثفنا فرق التدخل السريع في هذه المناطق. تشرف إدارة العاصمة على الطرقات من مكة إلى جدة، من مكة إلى المدينة، من مكة إلى الليث، من مكة إلى الطائف، نشرت كافة على هذه الطرق فرقها في كافة المواقع. قوة الحرم تم دعمها اليوم بقوة تتناسب مع الموقف، تم نشرها في الساحات المحيطة بالحرم وداخل الحرم. تبدأ بإذن الله المرحلة الرابعة من خطة المديرية العامة للدفاع المدني اعتبارا من يوم 15/12 إلى 15/1، وهي تشتمل على العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، حيث قامت فرق الإشراف الوقائي في المدينة المنورة بمتابعة مساكن الحجاج وعددها 720 مسكن بطاقة استيعابية تتجاوز 350,000 حاج. أيضا قامت بنشر وإعادة نشر قواتها داخل المدينة وعلى الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة. هذا ما يسمى في عرف أهل المدينة هو الموسم الثاني بالنسبة للمدينة. سوف تستمر خطة الدفاع المدني في المدينة إلى 15/1 بإذن الله. يعقبها المرحلة الخامسة وهي مرحلة التقييم، حيث يشارك في تقييم خطة المديرية العامة للدفاع المدني ثلاث فرق، الفريق الأول اللي هو فريق المسح الجيولوجي، فريق الجودة والنوعية، فريق الإدارة تحليل المخاطر. جميع هذه الفرق تقوم بتحليل وتقييم خطة المديرية العامة للدفاع المدني ومن ثم رفعها إلى الإدارة العامة للحج والمواسم، ثم نجتمع عليها إن شاء الله
في بعد الموسم مباشرة لوضع الخطة لعام 1436 إن شاء الله. شكرا جزيلا. الأستاذ بندر من هلال هيئة الهلال الأحمر السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نهني المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على نجاح هذا الموسم، وهذا الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى تم ثم بتضافر الجهود بين الجهات الحكومية العاملة في موسم الحج. هيئة الهلال الأحمر تعمل جنبا إلى جنب مع باقي القطاعات الحكومية في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وحتى تاريخ يوم أمس سجلت هيئة الهلال الأحمر 13210 بلاغات تم التعامل معها، أي بزيادة تقدر ب 45% عن العام الماضي. ولكن الحالات بفضل الله سبحانه وتعالى لم يكن هناك حالات حرجة أو خطيرة، جميع حالات كانت باردة، جميعها كانت حالات ناتجة عن إجهاد حراري أو تاريخ مرضي سابق بفضل الله سبحانه وتعالى. في الحالات المنقولة التي تم نقلها إلى المنشآت الصحية هي 3029 حالة إسعافية، حالات التي لم يتم نقلها أو تم علاجها في المواقع بفضل الله وتم مجهود الأطباء والفنيين في هيئة الهلال الأحمر هي 10181 حالة إسعافية حتى تاريخ أمس. إجمالي البلاغات في منطقة ميناء حتى تاريخ أمس سجلت 2669 حالة، تم نقل فقط 442 حالة إلى المنشآت الصحية، وهذه الأرقام طبعا تؤكد على تخفيف الحمل أو تخفيف اللود على المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة. الإسعاف الجوي طالع حتى الآن 269 رحلة إسعافية، رحلة بشكل عام، ولكن منها 97 رحلة إسعافية تم نقل خلالها 120 حالة من المهابط في ميناء وكذلك في عرفات وأيضا من المستشفيات في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى 47 حالة لم يتم نقلها بسبب رفض المريض للنقل أو لعدم الحاجة لنقل هذه الحالات عن طريق الإسعاف الجوي. فرق الدرجات النارية سجلت رقم في هذا العام زيادة تقريبا تقدر ب 20%، 421 حالة تم علاجها من خلال الأطباء العاملين على الدرجات النارية في المنطقة المركزية وفي مزدلفة. فريق الاستجابة المتقدمة وهي فرق متخصصة تم التعامل مع 529 حالة، وجميع هذه الحالات التي أذكرها لم يتم نقلها للمنشآت الصحية بل تم علاجها في المواقع. فريق العنايات وفرق الراجلة في الحرم المكي الشريف تم التعامل مع 1785 حالة، جميعها أسعفت بفضل الله سبحانه وتعالى في الحرم، ما زال الاستعداد موجود في الحرم بعدد 876 فرقة راجلة بالتعاون الحقيقة مع الأخوان في الدفاع المدني في الفرق الراجلة في الحرم المكي الشريف. سجل فريق التطوع حتى تاريخ أمس 2345 حالة من خلال الفرق التطوعية الموجودة في هيئة الهلال الأحمر. وحدة التدخل السريع التي أضيفت هذا العام وهي عبارة عن وحدة عناية تم التعامل مع 621 حالة، منها 60 حالة كانت في المنطقة المركزية حول الحرم وكذلك 559 حالة في يوم عرفات. فضل الله سبحانه وتعالى ما زالت الاستعدادات موجودة، ما زالت الهلال الأحمر في تم استعداده حتى نهاية الموسم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الحجاج إلى ديارهم سالمين غانمين فضل الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم. نفتح المجال للأسئلة إذا كان في أي تساؤلات. السلام عليكم. بداية نبارك يعني لكم نجاح مهمة الحج ونسأل الله التوفيق والسداد لكم. عندي سؤال لسعادة اللواء، طبعا هناك عدد من المخالفين الذين تم ضبطهم في المنافذ يعني بمخالفة تهريب الحجاج، هل هناك خطة زمنية لمحاكمة المقبوض عليهم؟ السؤال الآخر للأستاذ لوزارة الحج، يعني ما هو الملف الذي ستعمل عليه الوزارة بفور انتهاء الموسم؟ وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فيما يخص من قبض عليهم لمخالفتهم تعليمات نقل الحجاج، هؤلاء يحالون للجان إدارية الحقيقة تشرف عليها المديرية العامة للجوازات وتتولى مسؤولية تحديد العقوبات طبعا في ضوء التعليمات الصادرة. ويبقى فقط أنه أحيانا قد تقرر هذه اللجان، طبعا تنفذ العقوبات اللي تصدر، ومعظم من أحيل لها يعني تم يعني أما تغريمهم ماليا أو الحكم عليهم بالحبس لمدة معينة،
واحيانا بكلا العقوبتين. تبقى السياره اذا وجدت اللجنه يعني انه السياره يجب ان تخضع للمصادره، فهذه تحال للقضاء الشرعي لتقرير يعني ما يراه في تنفيذ مثل هذا. يعني لا تتم مصادره السيارات بقرار من اللجان الاداريه، انما تحال للقضاء لصدور حكم شرعي بمصادرتها. السؤال الثاني عند من الاخوان عند الاستاذ حاتم، تفضل. طبعا سالتم عن الملف الذي تستعقب عليه الوزاره اخر الجهه الموسم. هناك عدد من الملفات لكن من ابرزها ملفان. الملف الاول ملف المسار الالكتروني لقدوم حجاج بيت الله الحرام. فالاخوه المعتمرين يقدمون عبر مسار الكتروني منذ اكثر من 10 سنوات. في كل سنه تضيف الوزاره اليه بعد جديد. فلا ياتي المعتمر الا وقد وفرت له حزمه خدمات ويعرف سكنه فين وتنقلاته فين وتغذيته ومجموعه عقود مرتبه. الان الوزاره انفاذا لقرار مجلس الوزراء المقر نفذت في العام الماضي نحو 50% من هذا الاتجاه. في هذا العام ان شاء الله سيكتمل العقد بالتواصل مع وزارة الخارجية والداخلية، هي الجهتان الشركتان الأساسيتان في موضوع ملف المسار الإلكتروني. والملف الثاني الأكثر أيضا لا يقل أهمية وهو ملف تقويم أداء الخطة التشغيلية لوزارة الحج ورصد ما تحقق من إيجابيات وما تحقق من ملاحظات كشف عنها حتى تتحول إلى إيجابيات. موسم الحج القادم وستكون 13 ذي الحجة أول جلسة للمسؤولين مع وزير الحج داخل الوزارة لتجميع شتات ما تم رصده حتى الآن. تفضل. إبراهيم جبريل، برنامج جريدة المدينة. سؤالي لسعادة العقيد عبد الله الحارثي، يعني يلاحظ أن بعض شركات حجاج الداخل يقومون ببعض الإضافات وبعض التحسينات في مخيماتهم، وتزال هذه التحسينات بعد انتهاء موسم الحج مباشرة. الدفاع المدني أليس لديه خطط يعني لأجل بقاء هذه التحسينات والاستفادة منها يعني تقليلا من الخسائر المادية؟ سؤال الثاني للأستاذ بندر بارحي، من الآليات الجديدة التي تم إدخالها للخدمة في هذا العام باص يحمل لديه قدرة على علاج 12 حالة في وقت واحد، ما هي المؤشرات الأولية التي خرجتم بها حيال هذا الباص؟ وشكرا. شكرا لك على هذا السؤال. الدفاع المدني ليس ضد الإضافات في المشاعر ولا ضد أي إضافة ممكن تقدم بيئة مريحة لضيوف بيت الله الحرام. نحن ضد الإضافات التي تخرج عن الإطار التنظيمي المعمول به بين الجهات المختصة وزارة المالية وزارة الحج والدفاع المدني. ما يخرج عن هذا أو يشكل خطر لسلامة حجاج بيت الله الحرام نحن سوف نقف ضده بموجب النظام. هذا العام صرحنا بالإضافات في منها فقط بما يقارب 400 تصريح إضافة في بعض المخيمات. أما بخصوص بقائها من عدم بقائها، هذا الدفاع المدني ليس معني بهذا الأمر، هناك جهات أخرى مختصة هي المعنية ببقائها من عدمه، ولكن الدفاع المدني لا يمانع من بقائها إذا كانت وفق اشتراطات السلامة. أضيف أننا سوف نقوم العام القادم بإذن الله بإجراء مسح وقائي لها، ما يكون مطابق للسلامة أو اشتراطات السلامة سوف يستمر، وما يكون مخالف لاشتراطات السلامة سوف يتم إزالته. شكرا لسؤالك، الله يعطيك ألف عافية إن شاء الله. طبعا هيئة الهلال الأحمر أضافت في هذا العام أكثر من موضوع وحدة التدخل السريع، أضافت وحدة التدخل وكذلك سيارات الجولف في ساحات الحرم المكي الشريف، وأيضا الكراسي متعددة الأغراض داخل الحرم المكي الشريف. ولكن على الباص تحديدا فضل الله سبحانه وتعالى تم استخدامه في المنطقة المركزية كنقطة عناية، وتم التعامل مع أعداد كبيرة جدا من الحالات وتم علاجها في الموقع. أيضا تم استخدامه في عرفات ومعرفات في بجوار مسجد نمرة، بفضل الله تم التعامل أيضا مع أعداد كبيرة جدا،
وهذا الأمر حقيقة يعني يثبت نجاح وجود هذه السيارة، وهي بالفعل تستقبل 12 حالة، منها حالتين خطيرة وحالتين متوسطة وثمانية حالات بسيطة. إن شاء الله برات الله في الموسم القادم بفضل الله حتشوفوا إن شاء الله يعني عدد من السيارات من هذا النوع تخدم المناطق داخل المناطق المكتظة بالحشود، وكذلك تخدم الطرق السريعة المنافذ الخارجة من مكة، سواء عن طريق المدينة المنورة أو طريق مكة جدة سريع وجميع المنافذ. هي الفكرة منها طبعا مسألتين، المسألة الأولى هي وحدة عناية ثابتة، وكذلك وحدة استجابة في حال الطوارئ والكوارث للتعامل مع أكثر من حالة. نجاحها بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم، في تجربة هذا الموسم جدا رائع، وحقيقة سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله متابع لهذا الأمر بشكل مميز، وتوقع إن شاء الله السنة القادمة حيكون في شيء جديد بإرادة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السؤال الأول سعادة العقيد عبد الله الحارثي، اليوم سيغادر منى ما يزيد عن نسبة 50%، ما هي الاشتراطات التي سيعملها الدفاع المدني في المخيمات الحجاج عندما يغادرون؟ هل هناك اشتراطات معينة لضمان عدم يعني؟ السؤال الآخر سعادة العقيد سامي، طبعا أعلن عن إعادة ما يقارب من 350,000، طبعا هذا عدد كبير جدا، لكن هو في المقابل يؤكد على الحزم من قبل رجال الأمن. هذا الأعداد لا شك أنها تؤدي إلى تكدس السيارات في المداخل، تعطيل أحيانا مصالح المواطنين أثناء الدخول إلى مكة المكرمة. هل هناك يعني من معالجات وتوعية أكثر حتى نرى تخفيف هذه الأعداد؟ شكرا. أخي الكريم، كما أسلفت في بداية حديثي، خطة الدفاع المدني تنتهي المرحلة الثالثة منها، تنتهي يوم 15. فرق الدفاع المدني لن تغادر المشاعر إلا بعد هذا التاريخ، ففي هذه المدة هي تحت إشراف الدفاع المدني وفرقس، ما بعد هذا التاريخ هي تحت إشراف الجهة المسؤولة عن مخيمات المشاعر. الحقيقة أنه ما يتعلق بالأشخاص المعادين أو السيارات التي تم حجزها سيتم التعامل معها في النظام، أما الأشخاص المعادين هم أساسا لم يدخلوا محيط المشاعر، تم ردهم على مداخل مكة من خلال أبرزها شميسي، مدخل شميسي ومدخل بهيتة في حدود الطائف. لكن إحنا حقيقة نعول ونراهن كثيرا على تعاون المواطنين والمقيمين ممن يرغبون في الحج. نجحت بحمد الله، يعني نستطيع أن نقول أنه نجحت خطتنا التوعوية في أنه قللت الحقيقة من عدد الداخلين، لكن الخطة التوعوية لا تكفي وحدها، لا بد من حزم وجزم وتطبيق عملي في الميدان. هذا ما تم بحمد الله. ما نود حقيقة التأكيد عليه أيضا أنه من يعني يدخل إلى المشاعر ويتم ضبط داخل المشاعر سيتم التعامل مع وفق الأنظمة والتعليمات، يحاول لجهات اختصاص تطبيق العقوبات بحقه وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها بمشيئة الله. طبعا يعلم الجميع أنه هناك يعني برنامج توعية أيضا تشرف عليه عمارة منطقة مكة المكرمة سنويا في هذا الخصوص، وإحنا يمكن تحدثنا في أول مؤتمر صحفي عن ما رصد الحقيقة من ارتفاع أعداد حجاج الداخل سواء مواطنين أو مقيمين اللي تقدموا الحصول على تصاريح حج، وهذا يؤكد أن الوعي في ارتفاع. المسألة مسألة وقت حتى يمكن بإذن الله أن يعني نجزم بأنه وصلت الرسالة للجميع، والكل بدأ يدرك أهمية الحصول على التصريح لضمان الحقيقة المحافظة على سلامة الحجاج أثناء أداء الشعائر المختلفة، لأنه الحج بدون ترتيب مسبق وبدون من يوفر مكان إقامة، بدون من يوفر وسيلة نقل، الحاج يكون مشغول في العادة في أداء الشعائر ويحتاج من يوفر له الحقيقة المساندة. ولكن بكل تأكيد أن الوعي في ارتفاع، وفريضة الحج هي تؤدى مرة واحدة في العام، ولذلك يعني لا نتوقع أن تكفي سنة أو سنتين أو خمس لبلوغ النتيجة اللي نتطلع لها جميعا، لكن بعون الله تعالى يعني ندرك ونلمس أنه الوعي في ارتفاع، وما علينا إلا الاستمرار الحقيقة في التوعية من ناحية، ومن ناحية ثانية كما أوضح العقيد سامي الجزم الحقيقة والحزم في تنفيذ التعليمات. إذا سمحت عندي إضافة. تفضل. وطبعا يعني تظل قضية العرض والطلب
فرق بينهم كبير. يعني في أول يوم فتحت الوزارة بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات حجم منخفض التكلفة لنحو حوالي 20,000 أو 20,500، عدد الزائرين لموقع الوزارة كان يفوق 700,000 زائر في أول يوم. فالطلب قائم ولا بد من مراعاة الطاقة الاستيعابية، وهذا واقع لا بد أن نتعايش معه. يعني ولا ننسى إنه في طلبات للإخوة القادمين من خارج المملكة يؤدون الفريضة الحج للمرة الأولى. ومع هذا فأنا أعتقد إنه قناة القرآن الكريم التي تبث يعني إرسالها لجميع العالم بتنقل صورة واضحة عن المشروع العملاق، وهو مشروع توسعة المسجد الحرام وتوسعة المطاف، ونرى الناس يروا بعينهم إنه لابد إنه تراعى الطاقة الاستيعابية ونتعايش مع هذه المرحلة حتى تنتهي. أما بالتأكيد ستظل هناك فارق لا قناع يعول بعد الله سبحانه وتعالى على التوعية المستمرة والمكثفة كجهد بطول العام، إنه لابد نتعايش مع هذا الواقع ونحترم هذه الطاقة الاستيعابية. تفضل. السلام عليكم. إذا سمح لي سعادة اللواء، عندي ثلاثة أسئلة إذا أمكن. السؤال الأول سعادة العقيد عبد الله الحارثي، فيما يتعلق بين مكة والمدينة ونفرة الحجيج، هل هناك نقاط للدفاع المدني لو سمح الله لو قدر الله مكروه الحجاج إن شاء الله يصيرون سالمين، وكم عدد المراكز اللي متواجدة؟ السؤال الثاني سعادة العقيد سامي، فيما يتعلق بقسم الإعلام بقيادة المقدم محسن، هنالك يعني دور بارز وجهود واضحة لمسناها كرجال إعلام، ودنا لو تسلط الضوء عن هذا الجانب وتتحدث لنا عنها. السؤال الثالث لسعادة اللواء، فيما يتعلق بقائد الباصات والحافلات، نلاحظ فيهم سلوك يعني خارج احيانا عن المألوف، هل هناك فحص مثلا التأكد من سلامتهم وتأهيلهم لقيادة المركبة حتى نضمن على المتواجدين فيها، ايضا تكدس لاعداد الراكبين في الباصات يتجاوز الحمولة باضعاف، هل هناك من يتابع فعلا اشتراطات عدم تواجد اعداد زائدة عن الحد داخل الباص حتى لا يتعرض لهم مكروه لا سمح الله في وقوع حادث يصعب الوصول لهم؟ وشكرا. شكرا لك. كافة الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة سوف تكون تحت إشراف منطقة مكة المكرمة، حتى الحدود الإدارية لها ثم الحدود الإدارية إلى منطقة المدينة المنورة. في 27 مركز موسمي ما بين المدينة المنورة ومنطقة مكة، هذه استحدثت لتغطية الطريق المدينة المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة. كافة هذه الطرق خاضعة للإشراف الوقائي من قبل دوريات السلامة، سواء الإشراف الوقائي أو المراكز الثابتة. هناك تنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني والزملاء في الهلال الأحمر والزملاء في الأمن العام وطيران الأمن من أجل متابعة الطرقات وتقديم الخدمة في أسرع وقت لمن يحتاجها لا قدر الله. ما يتعلق حتى بما ذكرته حول الدور الإعلامي لقيادة التوعية والإعلام، أولاً أنتهز هذه الفرصة حقيقة لتقديم الشكر والتقدير والامتنان لرجال الإعلام والصحافة والمؤسسات الإعلامية والإعلامية بشكل عام، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو حتى إعلام إلكتروني. الحقيقة ما لمسناه وما شاهدناه كان حقيقة جديراً بالشكر والتقدير والامتنان. ما يعمل به المقدم محسن أو بقية زملاء الحقيقة هو يعني جزء من واجبهم، والدور الحقيقي والدور الفعال هو لزملائنا الذين يعملون في الميدان، سواء في تنظيم المشاة أو في الطوارئ أو في المرور أو في الأمن الجنائي أو سواه. نحن حقيقة دورنا مكاتفة ومعاونة مع دوركم هو عكس ما يقوم به زملائنا في الميدان. ما نقوم به حقيقة جزء من واجبنا، نتقدم بالشكر الجزيل لكم حقيقة على ما لمسنا من تعاون، نشكركم ونتمنى حقيقة أن يزيد هذا التعاون في مستقبل الأيام. أنا بترك الإجابة على السؤال الثالث للأستاذ حاتم، هو أكثر تخصصا مني الحقيقة. وزارة الحج كما تعلم يعني أنه الحافلات بشكل عام يعني تخضع لمسؤولية النقابة العامة للسيارات والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، والأستاذ حاتم يمكن أن يفسر لك الحقيقة ما أردت الوصول له. يعني يا أخي أحمد كما تعرف أنه يعني سلامة الحاج مطلب أساسي عند كافة الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الحرم، ومن بين ذلك موضوع السائقين سائقي الحافلات كلهم ما يستلم الحافلة إلا بعد ما يخضع لفحص طبي دقيق للتأكد من كفاءة السائق وقدرته على
يعني قيادة المركبة الكبيرة، بالإضافة إنه هو أساسا عنده يعني رخصة خاصة بالنقل الثقيل. طبعا ومع هذا لابد أن تكون هناك في متابعة للتأكد من إنه السائق الذي يقود الحافلة أخذ قسط كافي من النوم وإنه صحته جيدة. تعمل نقاط على طريق المدينة المنورة في كيلو 40 في مركز مراقبة التفويج للتأكد أن السائق هذا خرج في الموعد المناسب وأنه ما يكون أرهق وأن تكون صحته جيدة. ففي كشف يعني عشوائي وباستمرار على مخارج مكة المكرمة وعلى مخارج المدينة المنورة بالنسبة للموسم الأول بالنسبة للحجاج اللي يقدمون على حافلات قادمة من المدينة المنورة. فالأمر مغطى جيد بتوجيهات من صاحب السمو الملك الأمير منطقة مكة المكرمة ورئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج. وحتى الآن بفضل الله الموسم هذا بدأ موسم بفضل الله بلا حوادث، وأيضا ما كان هناك أي نعاس حصل على السائقين، لأنه في ضبط وربط فيما يتعلق بمواعيد خروج الحافلات. حتى لو لوحظ أن حافلة تأخرت أثناء خروجها مكة المكرمة في تحميل الحجاج ذهبوا يطوف طواف الوداع وراح المدينة المنورة، ولاحظت الوزارة وفرق الوزارة التي تعمل المتابعة المراقبة اليومية المستمرة أن السائق هذا خرج له 16 ساعات يستبدل السائق بسائق آخر. كل هذا من أجل المحافظة على سلامة ركاب الحافلة المتجهة من مكة المكرمة إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها السلام أخوان، عموما في ختام هذا المؤتمر نشكر لكم حضوركم ونشكر لكم الحقيقة ما تقومون به من جهود لمتابعة أداء حجاج بيت الله الحرام لشعائر الحج. أعطي فرصة الحقيقة للعقيد سامي لديه تنويه فقط قبل ما نختم يرغب في يعني من خلالكم أن يوصله، فليتفضل. الحقيقة يسرنا الآن أن نعلن عن نجاح كافة الخطط الأمنية والمرورية في المشاعر المقدسة ومنطقة الجمرات والحرم المكي الشريف، وذلك وفقا لما تم رصده وورد من القيادات الأمنية لقوة تنظيم المشاة وقوات الطوارئ الخاصة وما توفر من معلومات لدى قوات أمن الحج والعمرة، وكان ذلك بحمد الله وتوفيقه نتيجة لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله ورعاه ومتابعة دائمة ومستمرة من سعادة مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج، حيث وجه سعادته بدعم قوة الدعم والمساندة بألفي رجل أمن جاهزين لتقديم الخدمات الأمنية. كما أننا نتأمل نبتهل للعلي القدير أن يتقبل الله سبحانه وتعالى حج وعبادة حجاج بيت الله الحرام وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين بإذن الله، وسنرافقهم مثلما استقبلناهم بالحب والتقدير والاحترام، سوف نودعهم كذلك، لعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم في حلهم وترحالهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم يا أخوان، ونراكم على خير العام القادم إن شاء الله في حج موسم 1436 هجرية، ولكن لم ننتهي بعد، بإمكانكم الحقيقة متابعة أداء الحجاج بيت الله الحرام لما تبقى من نسك، خاصة الغير متعجلين الذين سيبقون في منى هذا اليوم ويغادرونها بتوفيق الله تعالى يوم غد إن شاء الله الثالث أيام التشريق. شكرا.